هلو جريد فور، هاو ار يو؟ اليوم رح نتعلم بس كيف نحل جوجل فورم للي ما بيعرف. اول شي بنكتب اسم الطالب، انتو بتكتبوا اساميكم طبعا. بيختار الطالب رقم القاعة اللي هو فيها، مثلا فور اكزامبل قاعة رقم 3. بعدين يكبس على next. بعد ما يكبس على next رح يطلعوا له الاسئلة. فهي الاسئلة، الأسئلة اللي بيكون فيها circles دوائر هي multiple choices، يعني لازم نختار الجواب الصح. أوكي، تختاروا الأجوبة الصح. بهذا الفورم عندكم you have 7 questions. أوكي، كلنا بنعرف نحل multiple choice، بس بنكبس على الخيار الصح اللي نحن بنعرفه وبيطلع الجواب. طيب نيجي لquestion number 7 يلي هو جديد شوي. Question number 7. Label the parts of the insect below. عندنا هالبي، هاي عندنا حلي، عندنا 1, 2, 3, and 4. بدنا نشوف شو اسمهم هالبودي بارتس تبع الانسكت. فعندنا هون مثل الجدول، بقلب هالجدول كمان في سيركلز. فنمبر 1، نمبر 1 هي شو؟ رح حل اول وحده بس عشان توضح الفكره. نمبر 1 هي الثوركس. فأنا بروح شوف وين نمبر 1، بروح شوف وين الثوركس، بكبس عليها. مثلا نمبر 2 شو ممكن تكون؟ نمبر 3، نمبر 4، بروح بكبس عليها. بتلاحظ انه ما فينا نكبس الا على جواب واحد. اوكي، انا حليت هيك مثلا فور اكزامبل. لحتى نخلص، من خلصنا بنكبس على سبمت. اذا كان في اسئله مش حاللهم بيرجع بينبهني انه شو انه في اسئله انا بعدني ناسيهم مش حاللهم. لما نخلص حل كل الاسئله نكبس على سبمت